والله موضوع النقابة ده احنا طبعا حاليا كنقابة عمالية نخضع لقانون النقابة العمالية لقانون النقابات العمالية في مصر واتحاد النقابات. احنا عندنا في مصر 7000 منشد ما شاء الله، وكنا يعني من خلال بعض السادة النواب والأحباب بمجلس الشعب تقدموا بمقترح قانون مشروع بيناقش حاليا في اللجنة الدينية من أيام من الدورة اللي فاتت، وكان برئاسة الدكتور أسامة العبد ربنا يبارك فيه، وكان برضو معاه مولانا وشيخنا الشيخ أسامة الأزهري، ولم يكتمل مناقشة القانون. وحاليا الحمد لله يعني إن شاء الله المقترح القانون موجود باللجنة الدينية، إن شاء الله يكتمل في الدورة الحالية باللجنة الدينية إن شاء الله برئاسة فضيلة مولانا وشيخي العالم الجليل الدكتور علي جمعة، وبرضو مولانا الدكتور أسامة العبد وسيدنا الشيخ محمد أبو هاشم وكل أحبابنا في اللجنة الدينية. إن شاء الله يعني نتمنى يعني وأستغل البرنامج إني يعني أتقدم اليوم بوافر الشكر والتقدير إن شاء الله ربنا يكرم الدورة دي ويحصل يكون للمنشدين نقابة مهنية علشان خاطر لهم حقوق وواجبات ربنا يكرمهم بها إن شاء الله. إن شاء الله.